راك تشوف كيف باك معاول تسقم الخيط هذاك وتعطينا باش حويجه تركيه. قلت نقعدها شويه ما كتشو الخيط قطع ولا استريمو هذا فيه واحد البنه كيف بنه حبيبي. شوف غير في البراك كيفاش راهو تشك الصدف الصدف هذايا خدمة عبالك يقول لك صنعة البيب شاطر دهني دهقاني نعميه هذي شي نيمبورت لو كيف يا راجل ايه يديروا بارتو ما ثم في الكراسة تراكا وعرين وعرين العثمانيين خويا كمال ايه كانت فيها تلت دول عظمى جازو ملتم ايه اسطنبول بركة شت كيفا عندها تاريخ لا بروف جاو لعندنا احنا هنا وقال قاعد واحد تتقرون وقال اقصبه شكون بناها وي هما قبل ما يبنيوا القصبه تاع الجي كاين قصبه قديمه عليها في دلس هاي الهضره هاي الهضره اي كاين بزاف ناس ما على بالهمش هذيك القصبه تبنات قبل القصبه تاع الجي الا والماكله قليل واجن كاع من عندهم لا والحلوه البقلاوه القلب اللوز شراك مثلا كاع ديالهم معروفه الماكله معروفه حتى عندنا اطباق هنا في الجزائر إيه؟ اللي تخلوهم للتشوك ومازال حتى لليوم رانا نستعملوهم ايه شفت كيما البقلاوه يعني كي نرجعوا للاصول تاع الصح تاع البقلاوه هي البقلاوه هي من تركيا هي اللي يقولوا لها البقلاوه تركي يعني احنا رانا قرب للترك على بالك باللي الجزائريين اليوم في الصيف تحوس على اي انا اللي نحوس عليه يقول لي ما كاش وراه في الترك يا ودي نقول لك الجزائريين تلقاهم بارت وما تلقاهمش غير في الجزائر واقيلا صافي على هذه انا فهمت وين رايحين نروحوا اليوم تركيا التركيا صافي نرحبوا بالمشاهدين اللي راهم معنا نرحبوا بهم في عدد جديد من طيب عالمي لنهار اليوم كما فهمتوا على الدردشة اللي كانت مع سي كمال وسي صالح اليوم نفسي نتاعنا رايحين يذوقونا تركي هذا سنسقموه بركونا بدأوا هم يكملوا طيب وانا نكمل ترقع ونتلاقاو أفاقا يا وليدي اليوم المايسترو راح يدينا للترك الترك اللي معروفة بأطباقها الشهية ويموتوا على الهم ما بقلنا غير نقولوا لهم حد سعيد وإن شاء الله فيها خير دونك راهو هنا زينو فيهاش خير شوف زينو والله منو سيريو زينو وش من ديقة وش من بلا راح طيبنا اليوم عندنا كروم محشي بالفيونداشي ومعها شوية رز مفور وندير شويه ليزيبيس شويه كمون شويه ملح وشويه فلفل كحل ايه وحبه بيضاء باش يتلم لنا اواه يا زينو هذا مكان زيد لنا حاجه واحده اخرى ايه ندير لكم بلا تركي ندير لكم شاورما وحيده راح نطيب تركي كيكة مميزة تكون سكري فيها الفرينة فيها العدام فيها الحليب فيها الزيت فيها الكاكاو وفيها لكريم ديبلومات بلا كريم باتيسير ولا كريم شانتيلي بيني الضحكة ما كاش مع واحدة عيا نروح نشوفو عبد السليم اليوم راح نطيبو لحم طيب في الفخار مع خضار هذه طبق معروف أن الأتراك بما أطباقهم يطيبوا الشواء بزاف نطيبوا اللحم مع خضرة في فخار ندخلوه للفرن أفلاح البشوش اليوم إن شاء الله رايح نطيب عدس أحمر كيف نروح حتى الترك باش نضربوا العدس لي لونتيكو راه يطيبوهم في كل بلاص وشنو هو في تركيا عندهم خاصية يزيدوا لها النعناع المجفف راني نحمص وحمصت البصل والزرودية وكرفس دوك نزيد نحمص معاها العدس هذا وندير له التوابل من بعد ندير له الماء ونخليه يطيب بعد ما يطيب نرحيها وندرسيها في ليزاسي خيرت هذه الوصفه على خاطرش تليق حتى في شهر رمضان كيف حكايه السكر هذيك مفاجاه من بعد نخبرك بها ومن هي نظيره راهي مخلطتها هذا لحم هذا دجاج عندي لحم ودجاج حندير به واحد البلا تركي واسمه اسكندر كباب اسكندر كيفاه هذا جاب لي ربي قرا معايا هذا اسكندر عميك لا ستريت فود كيما يقولوا حنديرو على طريقتي وحنزيد له خبز بصح حندير الخبز تاعنا حنا القبائل واسمه اغروماج باض اغروماج باض لي زانغريد جوينس نورمالمون تاع السميد يمكن يا بيسكو سعره الوقت عاد خدمه في لافارين امان الملح ذايا
بصح بزاف الدجاج بزاف اللحم. ايه والفنان والزواري كيفاش يدير؟ انا درت هذا اللحم والدجاج سورتو اللي يقعد لهم بقايا كما اليوم زعما طيبوا اللحم والدجاج وقعد لهم دي غاستون ما يعرفوش واش يديروا به لو لوندوما. على الطريقه هذه سهله. هكذا فهمت صح؟ لا لا اليوم تحدي واعر يا عمي مصطفى. على فطر اليوم كان واحد البلاي يقولوا له انت طافازي هذا سيتام بلاط تركي يطيبوه في الفور فيه الليجوم فيه الباذنجان فيه البصل فيه الطماطيش فيه لي دوكولور تاع بوافر روج والفير فيه البطاطا فيه الفلفل نخدمهم كامل وندير لهم الماريناد ونخلطوا كلش وندير نطرسهم فيه ان بلا وندير الفور يطيبوا. هذا بلا يعني محض يعني تراديسيونال التقليدي تاع الترك. تركيا يا ترك عندنا علاقة معها في التاريخ. وش بيك النصاني نقول لك شغل احنا وياهم متخلطين. العثمانيين. العثمانيين ايه الدولة العثمانية. والماكلة. والماكلة ما تهدرش عندهم ما خلاو هنايا. يا حسرة. خلاو المواكل عباك ميم الكلايب. ايه. الهضرة تاعنا فيها بزاف كلمة تركية. صح. كيما غراف شكيكون. ايه. ورورو. ايه. الغول. ايه. والذرية. الذرية. الذرية تاع كاين فينا تراكا. كاين جزيريا تراكا. كاين لي فامي اللي كانوا في القصبه اللي عرفتهم انا لا فامي خزناجي. ايه كاين بسطانجي بالك باش ما يسميو جي هكذا. ايه اللي بسطانجي بشطارزي. ايه بشطارزي هادو اسامي تركيه. سافر باتي. سافر باتي. ايه كاينين بزاف اسماوا محبوباتي. لا لا ليه هو اسمه سافر باتي. سافر باتي اسمه الحقاني سافر باتي نون فامي تاعو الله يرحمه ويوسع عليه. رحت لترك كمال؟ ما رحت والله ما رحت مي اني ماذا بيا هذا الصيف اذا كتب ربي ان شاء الله كنا مع اهل الدنيا نروح نضرب الله. قالوا لي حضاره هذه معروفه في التاريخ. حضاره حبيت نروح نشوف اسطنبول على خاطر جازوا فيها اربع دول العظمى اللي حكموا العالم. يا كمال تدر على الحضاره وشوف احنا الحضاره اللي عندنا. شوف نظيرها دفقت في الفلك حل مرمدت قاعد الطابي هذا. أيوه هاي أشوفك نروح ليها نندي لها رمارك. واش نوا سايسها ياك أنا أخوك إيه خاش عمك شوية لابانيك يقول لك كومبيتيسيون كدا. يا نظيرة يا نظيرة يا ودي على بالي راك تدير الديك على بالك شتي كيف راه الطابي. سكت ماشي أنا مشت. لا وأنا يا أنا يا بون بالك زلق لك شفتك في الريش. يا عمي صراحة ما يسروا يدير لي حالة. يا ودي شافك على بالك وكي شاف راه يندب سيحنا كل فوق. خليت عليك نظيرة حكمك لربي سي بون. شمك قلبي خيني قدرة إلا قلبتي قدرة ديري في بالك بلي كوما يروح كوما سي. خلاص هيا بونكو. ميرسي زين الدين صباح لباس. الدين يا زين لباس صباح شوية راك صايب روحك لاباس. والله غير مية الحمد لله شراك تنشوف والله الحالة راهي تختفي. لا لا لاباس الحمد لله. كاين خويا بهذه اللبسة هذه تعرف كيفاه. واش نقول لك يا زين بهذه اللبسة كاين حاجة فكرتني فيها بصح هي ريحت لي. شنو؟ هكذا كانوا يديروا بوبيات هذوك تاع لي سولدا افريقيا. وي على بالك هكذا على بالك كيفاه. وي ايوه هذاك شو هكذا بصح اسمع نعمرك. الله يعاونك زينو يا زينو. صح بون كوراج. صح شد زينو عمرتو دليك شو سي بوبية عمرك فكرتني في الميكي تاع ريمي. ريمي كان مع واحد يضرب هذيك هذيك الميكي تشفان وما فكرتني فيه. زينو هذاك كعرف سيمباتيك للوحة كاع. شتيت زينو ما يزعفش في الفوكابولار تاعو ما عندوش كلمة لالا ما عندوش. واش تقول له ايه ولي زيكسبريسيون شتيفاهو هكا واخا تقول دي فوا تجيب لي ربي وتشودي الكاراتي يتقلب وحدو. عمي مصطفى ما قاسهاش. واش بيه شوف ماشي حاجه هذيك تاع الكيتشوب مرمد كاع الدنيا. اسمع نروح نحلبوا بلي هذيك القرعه فيها مينتسيل فيها كذا راك شايف. ونجي عمي مصطفى هذه فيها بوشون. وي البوشون فيه كارت. وي كي تنحي تعاود ترد هذا وتتنفتح منها هاي ليك.
كاينه خير ملي تطرش كاع كاينه ماما ديما تخفال كاينه ما تخفاش لا ما تخفاش في الانجليز كاين كاينه بقى كاين في الجزائر الجزائر صح عليها كاينه هي عمي مصطفى هي هي الهضره لداخل واش راك داير اسك مازال هذه اللي حطوا واحد داخل هذه اللي حسيت سخانه عبالي هذه اللي حطوا واحد داخل اون تي بافازي هذه تاع ترك داكور خضره باللحم وكاع يتيك وكاع في الفور في الفور اسكت يا خويا مال الملتقى كي توجد ان شاء الله هيا هي وقتها نخلو شويه اتساع للمتنافسين عادي لازم يكونسونطريو وزيد التحدي تاع المايسترو اليوم ماشي سهل تركي شحال خدمت صباط تماك في الطرق هي مات بزنس والله غير قرمو شنومون قرمو شمو وزعما هذه تركيا خساره عليك زينو ديجا حط البلا في الفرنو وبدا مع الشاورما صحه زينو صحه افلاح زعما راه يقلد في الشيف بوراك التركي ها هو هادي بريزم بريك افلاح افلاح تمك شغل الغراب حاب يمشي مشي تطاوس ولا الحجله ولا هذا اللي قال لك كيف تحلى الحجه ولو بالعسل نسقات ايه. والنحل ايه. ما يصبش المر في شالته الله هكذا تجرى له يا فاهمي البيات والله يحسن عون اللي خانتو ركبتو الله اكبر شو الكلام في البيع الله مهبول كانوا يهضروا لنا الزمان مهبول ولا التنتانا والقانا والش اسمع مين بكري اصحاب الالي يحترم غير الحاجه قلب ايه. الحبه وكاين اللي يغمق يغمق كاين اللي يغمقوا في الهضره على بالي اسم لها تفسير شغل واحد يقول لك باريك حل التلفوز مقام الحسين ضربوز قواص مع راسه يا سيبها انت صرش بعوضة بسم السبع في زهير وقاسي سقطوا حراس قصوري صرت صورة في فلاسي يا الله طيب ماذا حلون باتوا هنا باتوا خلينا مع أفلاح أفلاح راوي ميتي في واحد ان غران شيف تاع الكوزينة يقولوا له بوراك لا عارفو لا عارفو تركي اللي طيب في سنوات كبار طيب لا ما يشوف سيب لا ما يشوف لا ما يشوف هذاك قادر يطيب غير في حاجه كبيره قادر يطيب لك زعما كسكاس تاع طعام قد سانجوي وبلا ما يشوف ما يشوف لا يشوف شو السنيوات هذوك يدير لك بقلاوه يدير كلش وهكذا مفيكسي غير في حاجه ويضحك معطيه معطيه هذاك ماشي محال ماشي معاه كي كان يتقمط كانت تدخلوا صنعه من عندي ما تعطيها ماشي محال قمطوه في الديول ماشي محال وين على بالك ماشي كان ماشي محال محشي ثاني خاطر عنده البنا مهبول كيف يلعب على باخر الرئيس اردوغان يروح كلا عنده يرحم بابا يقول لك هذا ولك تبر ربي نضربوا ليه طلع ان شاء الله نضربوا ليه طلع ان شاء الله هو زينو بنو يدير النقص ولا لا بس احنا رانا حابين ان شاء الله يلا طيب لنا لازم يشوف يشوف هيك تخرج بلينا على اللي يشوف مهبول وزينو زينو راهو معاه واسمو هذاك نسرت يا حي مش تلقي هكذا يا في هكذا مشي تما هذا كان واحد إلكار كان معنا خطرة اللي فاتت كيف يخدمها طب ما هو تركي سبحان الله واقيل كاع عندهم مسر في هذه عندهم هذه حبوا يميتوا بعضهم بعض انا غدوه ان شاء الله نسي نطيب اوملات وندير هكا ونشوف البنا ولا كيما نشوفها قصتهاش هي على كل حال صح فري ما قصتهاش أفلاح تزقوغين 45 عام زايد في بنيزكن ولاية غردايا متزوج وأب لطفلين سليمان الحكيم وطه الحكيم وي وي أين الجمل جمل بلا الجمل سير جمل جمل أندوني الجمل وي ترورو 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 الكوزينة تاعنا اللي تري ريش عندنا مغلوقة أحلى بيض وشودي توفار تفتيتين كاين مام أطباخ اللي الناس ما يعرفهمش اسمها من بنيزكن وناس ما يعرفهمش تالمقدم
وكاين واحد الطعام قليل اللي يعرفوا وشود الكشكار. عندي ان باك جيني سيفيل قريت بها عام في الجامعه ومن بعد حبست، درت ان فورماسيون تاع كوزيني، ديت ان سي ابي وخدمت به في عده شركات، ومن بعد حليت ان ريستوران خدمت فيه اطباق تقليديه. صارت امور اللي خلتني نغلق هذا المطعم هذا. من بعد بدلت كامل الميدان ورحت المقاوله. الحق المقاوله دخلتها بور دي باناج، لدرك راني في 3 سنين. نحب الأرض، نحب الفلاحة، ونشوف هادوك النباتات يطلعوا نحس بالراحة ونحس روحي مطمئن. ومن طبعي نحب الفكاهة، وقت اللي يكون لي بنريح مع أصحابي نضحك معهم نحكي معهم نتبادلوا النكت، نحب نضحك الناس، نحب نضحك ونحب نشوف الناس تضحك. إن شاء الله تكون مشاركتي في هذه المسابقة فيها الخير باش نعود نرجع للطبخ بقوة. تيرتوا توت لكيغ تعول غير غلب في التصويت نو التحد الله غالب وليت نجم أديز الميساج باش كادي فوطا غير فيه غادي نجيك تويتر ممكن نربح 66 ثمان الشودم نربح. المتنافسين كل واحد بشاولاتي وزينور ولاتي مع ال سلام انا نديرو في الشاورما طيب في الشاورما شاورما ديال تركيا عاد تخرجنا 40 ساندويتش واقيلا حيدنا سيربيز وكنا لي ساندويتش واحد و 40 حنا رانا 40 هنايا اي بالك بالك يعطينا 4 لواحد ولا شو عندنا هنايا كراج والله تبيتهم عندك يلزم يعني كونتيتي كبيره اوي كومود ياسر نخفزك نشوف مع واحده نعطينا شويه سميد واحده تخدم لنا شويه مطلع نعم تخدم لنا شويه مطلع هذا واش خاصني هاي حاصله عندي القطايف عندي الكيكه تاعي ومازال وراح عليا الحال ونزيد ندير لك الخبز هيا معلش اختي لا 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 لا, لا ما نديرش الخبز دبر راسك في روحك والله يا سيدي هذا واش خاصني اكمل خدمتك روح روح والله ماني طالك واحده روح تخدم على روحك زين وخليني ترونكين نخدم روح تخدم يا ولدي روح هي دردقي هاي والله ساكومون زين وسرق الطوماطيش زين ويدير لومبيونس بصح والله دي فوا ينرفي ولا بالك تكون عنده كاش كوموند ايماجيني باريزوم لو كان زعما يدير كوموند برا هذا دير كوموند ماشي كارثه ماشي داخله في لا كومبيتيسيون لا كوموند ايه ايه واش هو يدير شوف 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 طيب هذا راح نهضر معاه ونجي يقول له يخسر يديه يقول له يخسر يديه ايوا يدوشكم يقول له يخسر يديه زينو وي الله يبارك له احبس 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 ما تمس والو حط 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 درت لي زيبيس اغسل 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 يديك اغسل تنسرني في الخناية تاعك وتمس لي في الماكله بعد تقول لي عارض 40 واحد انا واش هاد الخدمه هذه او تنسرني فيك وتمس نعمه ربي استنى شحال كنا نخدموا ميس كيف كنا نخدموا شتناك يا صاحبي او شوكيتنا على يا كما تسكي على زينو هكذا مام زينو ينرفي مي سي با كوم سا بون باش نتفاهموا الجماعه اللي ما شافت إيه؟ انا ما نقولهمش انا مش انا ما ندقش هذه انا علاش كيفاش علاش انا مش هكذا تمس الماكله غسلت يديك غسلت مي يخدم ربي يعاونك اخدم اروع عاوني معليش تعاوني اش نعاونك هذا تعاوني في شاورما وطيبوها بهذي طيبوها بهذي ايوا هاي دا طيب شاورما ايوا هكا
هكذا تاع الشاورما بهادي هادي هاك تشد هكذايا تسمى دوك واحد واحد يطيب نحيدك واحد يطيب الاخر يدور ايوا دور عاوني على واش تعاوني انا اه اباك هذيك تاش توجد فكرتني في واحد عرض صاحبه قالوا دير لك عشاء شعل النار لتحت والقدره علقها في الشجره الفوق ما تفقعاش والله طيب طيب تعاوني شويه هاو هاو ربي يعاونك اربح اخدم ربي يعاونك خويا الكاطو اللي درتو وحيده راهو في الفوق ودوك واش غيدير راني مع الكنافه وراح نحضر اليوم كنافه بالفرماج هكذا خيوط خيوط يشهي وحيده ما يديرش وينقوم ما يديرش وينقوم ها الله عليك ها اوا يا وحيده غير ردي بالك من زينو راهو موجد لك خطه جهنميه واش كاين انت بنادم اللي حبي كارمي روحو باش لاباس بصح غير ما يخليوهاش ما فيرا واش بيات واش ما خلاهاش قلبها هذيا ما فلفلك حل في الطبيب ما مسحتوش ما بعض ما تمسحش في دراهم هذي ولا كيفاه قال لك مسعد النقالو كان مسعد النقالو كان يبقى اه ويا مزيان الراجل اللي يدخل بالنفقه بالنفقه انا دوك نصيب لها حل وتمسحوا هذاك لازم 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 خاصو نقول لك حاجه واحد اللي طيب النقا هي الفيترينه تاعو صح هي الفيترينه تاعو ودخلها فينا نوت هذيك تدخل فينا نوت مهبول راني جاي روح روح مواحل بلا سمير صالحه حذيره شو توال؟ ومليك أحبك تريد ويسا ماك شغل بالنشاف والآخر وانا قلت لا قلت الماسبيراتور بس جهة خفيفة مكينة؟ ايه بس كل آخر انا راح تحكمين كريزي بيلي بتيك انا راني مع الماكلة ديالي حاصلة حتى شوف عمي صالح دخل قال لي ناديرة الاسبيراتور قلت له كيفاش هذا؟ الخالص يوك يسعى يسعى سميرة تيفيت نيطواية تتسجل كاكا الحوال ممكن نزل نيطواية شامي ما وزمير غارة لا اه تسجل الحوال لكا تبريي والله ممكن نزل نقيا زمير غارة داين اخدمك شغليو ياه شغليو داين ومعنى يروح الحال في العمي صح جي اخذ مغا اسمعين جي اخذ مغا نكملوا الحصه مليح استحفظينا على هذاك تكون على بالك اللي تخرج عمره براسك انا يعني خي تحكم انتريسي بيلي بتيك براسك نظيرة اعطيك شرط واش تعطيني شرط ايه شوف اني طويل ايه بصح عندي تعطيني شويه خبز بس ما عندي 40 كومون تاع شاورما تني طوايي هذا وتجيب لي حباط وناطيش نعطيك خبز صح والو هذاك الطفل ما يعطيش شونطاج اوكي اوكي جيب لي قبل يعني. لا جيب لي قبل حباط وناطيش زينو هذاك يا خويا بابا كيما قلت انت شينو شينو هذاك شينو ماشي زينو راك تشوف كيف راهم ينيكوسي مع نظيره يا صاحبي وشوف شوف قال لها انا نقي لك وعطيني شويه خبزه ويدير في لي زافير شوف 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 يده وراهي يلا بيف شوف شوف فرفرف باقي له دوك هكذاك ديريكت من الاسبيراتور ديالك ما حيطيب ها الخبز رفد الخبز ليك مي هذا نقول لك حاجه هذا الماما ندوش له بالكارشير انايا بلا عمي يا صاحبي ماشي بنادم نعمة ربي نورمال ميم تكون نقي تغسل يديك قبل ما تمس نعمة ربي انا لو كان بنادم يخاف من ربي هذا دوك نشوفو كيما راهو هكاك ديريكت مو في الماشينه هذه يلا دوك نروح نهضر معاه ونجي روح روح حبس 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 حط واش دوك انت ندير لك انا عساس عند راسك ول ياك تخدم في الماكله يا صاحبي راهي تعطينا حاجه نديروها في كروشنا وما تهلا فينا عنده الحق باسكو سيت اون كيستيون ديجين بيان سور الناس تشوف هكذاك ما كانش ياكل الماكله تاعو حاكم الريسبيراتور القاعة الغبار مانيش عارف وجاي ديركت لهنايا هيا خلونا زينو ترونكيل والله سيريو أعداء النجاح يا خي حالة يا أخي تبقوا كازا ما يجي سيرفيس دي جان يجيك للدار انت ماشي يغلق لك الدار يغلقك انت يغلقك انت يشمعك هاك الضحاك صح حماني ها؟ حماني شنو حماني حماني حماندك حماني هيا حماندية حماندية حماني 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 العبادة يا صاحبي
ما بقاش بزاف الوقت وكاع المتنافسين راهم مع لي ديرني ديتاي. أفلاح طيح لنا الشيف بوراك. زينو مازال ما عندك الشاورما الفاشلة. أما واحدة توجور مع هذيك الكنافة المشكوك فيها. داكش ما كاين أوفيسيال زينو. اسمع اسمع فلون هايل هايل دوك هاد الفلون لو كان قاعدين ناكلو فيه أه. ما نجيبوش خبر هما يكلخونا في الوقت او الحق الوقت ايا نوض نحسبوها ايا وبعدا نولو نكملو واش بقى يلا يلا ايا ليكيب ايا ايا ليكيب باش يكون في علمكم بلي الوقت انا لكم سي بون سي تيرميني جي نعطيكم بزرب 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 في يدي كملها ايا نبداو خمسة ربعة ثلاثة فوالا اي 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 زوج فيت 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 كيما رانا نحبسو كاع كيما رانا كيما رانا نرفدو يديكم سي بون سي بون سي بون ايوا سي بون هكذا نقول لكم بلي لحقنا اللي الوقت تاعكم خلاص اللي وجد وجد اللي ما وجد واش حاب نقول له ما عندنا ما نديرو له هذه هي المهم بون كوراج بور تو الموند ها والله ديما فيها لا حيله لا تشيطين فيها القفازه ولعب اليدين هذه هي هذه هي هيا نجوزو تفضل يا زين بصح راني نشم ريحه الباتيكس هي ولا غير صح لي لصقوا بها ما تقوليش التحدي اللي خيروا المايسترو اليوم هو الترك ووقتها ندوقوا تمام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وهاو ليك لو بلان اللي وجدوا لنا افلاح اليوم بسم الله بسم الله بسم الله قلنا فيها الكو تاع كابويا لا 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 ما كانش كابويا ها ما كانش رشيد ريحه ديليغيم حامضه بزاف طماطم لانه حط كميه كبيره ممكن فرصه شويه فيها ممكن ومسوسه ثاني هذا كان رايي لجنة التحكيم وأنا نحترمهم. نشفى. نخدم العرزات بلا ما نشوف. ألوري ما تقدر تغمض عينيك نقول لك باللي عيانة. تسمع راح تسمع النتيجة بلا ما تشوف. لا لا كشغل مقارون الأعمى هذا هذا قاطو الأعمى. والله ضربة الأعمى في الظلمة. يخدم هكذا قال له ضربة الأعمى في الظلمة. عينه يشوف فيك ويديه راهم يخدموا. ليسانكريديون يرمي ويخدم ديريكتهم. حبيت نجرب هذه الطريقه هذه نشوف واش نخرج يعطيك الصحه افلاح وقتها نروحوا نضربوا طلع عند عبد السليم اي تبان حاجه شابه بصح جابني ربي خلوطه شويه يا با بوكو د امبروفيزاسيون في لي بلا تاع سليم تقريبا لي بلا تاع سليم تقريبا يتشابهوا كلهم شغل يعني كولي اكزاكتوم زعما فهاد البلا يزيد لك الرز غدوه تقول له نطيبو تاع بلدية ولا ولاية ولا بلاد اسمها تشخباخسيوس يدير لك بلا ينحي لك غير الرز الحقيقة يعني ما عجبنيش من اليوم فصاعدا راح نحاول أني نكون دقيق في اختيار الوصفة والوقت الخاص بها هيا نروحو نكتشفو الكنافة اللي دارتها وحيدة كنافة هادي فيها شك واعر الشيء بويسك هاد الكنافة زينو كان حطها بين عينيه يا درا اوكي راك تحس بقرمش راي تقرمش صالح ها تفضل كامل وش يتفضل في هذا داع الكليس يدوب به المقانن هادي وش ماق طايف جعودي هادي بجبن الموتزاريلا داكو تفضل كات تفضل تفضل بصحتك هذه كلها انا هذه انا طايف هذا اللي فيها شغل الجلوده هذوك تاع اللي كنا نديرو بهم التربولات بكري انا هذه ما ناكلها اسمح لي ها؟ طيب تي عند كوردوني يا
صاحبي فيها اللشقة والسكوتش. واش درتي لها؟ فيها الجبن الموتزاريلا. ها تقدر هكا تقعد هكا. هاي قطايف معلقة. ها قطايف دير في الجعلولة. ها شوفوا قطايف دير في الجعلولة. ها فاطمة ما تغنينها ما أجمل الجو هنا. هذه لصقة هذه. إيه لصقة فيها لصقة على بالك. دوق شوية صالح. ها دوق. صح كاين واحد القوت على الكول تاعك ما فهمتش. بالك تقولوها. نو 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 هذا الباتاكس. هي الباتاكس. ما تكونيش غلطتي في كاش حاجة ولا. شو الفرق هنايا يعني شغل ناشفة برابرة على هذيك بسم الله. فيها الريحة تاع شغل لا كوردونري على بالك. سيدة وحيدة. حبيت نسألك واش حطيتي في هذه الكنافة؟ ما فهمت والو، ما عرفتش حتى نهدر. كي سقساني ما عرفتش نهدر، قال لي وشنو هذا؟ ما عرفتش نهدر. أنا نقول لك واش حسيت واش كليت واش هو باين. هنا باش تخرجي الأصل تاع التعلاك اللي تجي المعلكة تاع الموتزاريلا اللي تكون في الكنافة التركية، أنا نأكد لك بأنك استعملتي اللصقة. اللصقة في نعمة ربي. زينو حوس لي الداخل. واش حوس؟ واش حوس زينو؟ أنا على بالي سي صالح. أنا لقيتها هاي. هادي. توكلي لمباتيك ساعة وحيدة. توكلي لمباتيك ساعة. لا عليك. ياهو. سيدة وحيدة علاش درتي هكذا؟ إلا ممكن برك يعني تشرحي لنا. أنا خدمتها بطريقة عادية، كنافة بالجبنة الموتزاريلا. إيه؟ هذه هي. ما لفتش شي. مانيش وحدي اللي قلت. سبحان الله هاي ليك، هاي سقسيها، هاي ليك سقسيها. بالك كاين واحد نحى الموتزاريلا ودلها الباتكس الداخل. والله ما حق عليك يا زينو، علاش تصبطينا في وحيدة؟ والله سي با مينيونت. كي قال لك رشيد روح جيب لي شوف لي اللصقة. رحت مباشرة للبلاصة، كاش عرفت بلي كانت محطوطة؟ حوست انا قلبت كاع البلايص التيليزيطاجير كاع قلبتهم. قلبت لقى حية بيضة مطيحة لتحت. جبتها؟ لخاطر انت حطيتها. وين انا ودي الله الله. انت حطيتها. يعطيك الصحة يا زينو، ما كفانيش الكاميرا تاع البلاطو كامل زيدني نتايا وتخرب لي في ليزينيمون تاعي. احنا ما عندنا شاهد عليكم. اسمحوا لي وبارك الله فيكم. بينكم وبين المولى. شكرا سيدة وحيدة. عفوا. قربت فرت فينا مزيالي ما لسقوا شواربك. حسيت انا وحي يمضغ في صندالة هذا ويخرج من عند الكوردونية صح. وقتها نكتشفوا الطبق الواعر اللي وجدته نانا ديرة. هذا يبان حاجة شابة. واسمو هذا البلا؟ قالت لك مقبلات واسمو اسكندر. بسيطة جدا. مشان كيما موالف اقتصادية هاي حوزوا عليها احنا. خير كلامي ما قلة ودلة هايلة. اوف سلكت، كنت نسمعك شما يقولوا لي حاجة واحدة اخرى. هي متوسط خير من تحت المتوسط على كل حال. وقتها ندوقوا لو بلا اللي وجده لنا عمي مصطفى اليوم. هذه تسمى كل شهنا راهي ميد ان مصطفى. صبرت شوف نحي فريمة خبز. بسم الله. عمي مصطفى الله يعطيك ما تمنى. وهايليك الشاورما المعفونة الواعرة اللي وجدها لنا زينو كي هادي كي لم يبيعوها برا ولا كيف كيف. هاي تحشتها تاع شاورما. ساسكي. سلمك. هاي البلاط دوزيام. هاي. بنينة. يا خويا قالك بنينة.
وانا واش يقول صاحبي نأمنه. اليوم جاب لي ربي يعني ضربنا دارة وشفنا و... لكن احنا نحاولوا دائما يعني نحاولوا نعطيوا لها نكهه هكذا يعني باش المشاهد ما يكرهش معنا في هذا الحصه. نتمنوا انه هو اللي راهو رايح يعني يختار شكون هو يعني اللي يكون الافضل يعني. وعلى هذا نقول لكم تقاومينا الاوفياء لقناتكم المفضله وبرنامجكم المحبوب على قناتكم المفضله طيب عالمي. التصويت راح يكون عبر الاس ام اس، الرقم التالي تحت تصرفكم 66025. لمصطفى من العاصمة أرسل واحد، لزينو من ورقلة أرسل اثنان، لواحدة من سكيكدا أرسل ثلاثة، لنظيرة من تيزي وزو أرسل أربعة، لأفلاح من غردايا أرسل خمسة، لعبد السليم من جانت أرسل ستة، والكلمة الأخيرة ليكم.